أغمض عينيك وتذكر، أغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا توتات أعلم 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 أعلم. ይህ ዘወትር ጁማ ምሽት በአልበይና ቢላሎች እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከወጣቶች ዓለም የተሰኘው ፕሮግራማችን ሲሆን በፕሮግራሙ እስላማዊ መጣጥፎች፣ ታሪኮች፣ ወቅታዊ ዝግጅቶችና ሌሎች ጠቃሚ ርዕሶች የሚዳሰሱ ይሆናል። ከይተስተምጂአ ከይተተጠሃር ቢኡሙሪ ለማ ሐለላሃ ሳራ ዐሰለና ዱሐት ሱካር ንዙሩ ሊልከውን ንዙሩ ሊልኸይር ንዙሩ ሊዘውጀቲ አው ሊጠይር አማ ልዐውራቱ ፈያ ቡሰን ስትኩኑ ለና ዙልመን አክበር። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسان بمرحلة الشباب وفتح له فيها من أسباب الهداية كل باب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، انفرد بالخلق والتقدير، فمنه المنشأ وإليه المصير، وهو اللطيف الخبير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድና የተከበራችሁ የአልበይና ቤተሰቦች፣ ኢንሻአላህ እንግዲህ ዛሬ የሚጀምረውና የአልበይና ውስጥ ያሉ ወንዶች የሚያቀርቡት የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ እኔም የሆነች ፕሮግራም እንዳቀርብ ዕድል ስለተሰጠኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ኢንሻአላህ እኔ እንግዲህ በተከታታይ ካሁን በኋላ በሚቀርቡ ፕሮግራሞች ላይ አንዲት በጣም እንወዳት ካነበኳቸው መጻፎች ውስጥ ደስ የምትለኝና የወደድኳት መጻፍ አለች። የሚወዱት ነገር ደግሞ ለሚወዱት ሰው ማጋራት ያስፈልጋልና ኢንሻአላህ እኔም እቺን ለራሴ ያነበኳትን መጻፍ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለእናንተም ሼር አድርግና አጋራችኋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ የመጻፉ ርዕስ ሪሳላ ኢላ ሸባብ ኡማ የሚል ነው። መልእክት ለኡማው ወጣቶች ማለት ነው። መጻፉን የጻፉት ዶክተር ራቂብ ስርጃኒ ናቸው። ኢንሻአላህ መጻፉን እንደወደ ያደረገኝ ነገር ምንድነው? አሁን ያለውን የወጣቱን ሁኔታ ከዚህ በፊት ከነበረው ከምርጡ ተውልድ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ከነበሩት ሰሃባዎች ወጣት ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም ጋር ያነጻጸረ የሚያቀርብ በመሆኑና ያለንበትን ተጨባጭ በይበልጥ ስለሚያሳዩ ነው የወደድኩት። ኢንሻአላህ እንግዲህ ለዛሬ የመጻፈው ኢንትሮዳክተሪ ፓርቷን የመጀመሪያው ሙቀዲማውን አቀርብላችሁና ኢንሻአላህ ወደፊት ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞችንም እንደዚሁ አብረን እና ይሆናል ማለት ነው። እና ጸሐፊው ከአንድ ሰው ጋር ስለደረጉት ከአንድ አባት ጋር ስለደረጉት ውይይት ነው በዚህ በ ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ ላይ በመቀደሚያው ላይ የሚያወሩት ከአንድ ወጣት አባት ጋር ያደረጉትን ኮንቨርሴሽን ነው ማለት ነው። ምን ይላሉ? ጀለሰ የሽኩ ኢለየ ፊ ሌይለቲን ሙቅሚራ። በአንዲት ጨረቃማ በሆነች ሌሊት አባት ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ ወይም ከኔ ጋር ተቀምጦ ያወራን ጀመር ይላሉ። ስለምንድን ነው የሚያወራቸው? ሚን ሓሊ ኢብኒሂ ለዚ ናሃዘ ልዕሽሪን ዓማ። እኔ እድሜው ሀያዎቹን የተጠጋ ወይም ሀያዎቹ ውስጥ ስለገባው ስለ ልጁ ነው አባት የሚያወራቸው ማለት ነው። በዚች ጨረቃማ በሆነች ሌሊት ቃለ ሊ የልጁ አባት እንዲህ አለኝ፣ ለስቱ አድሪ ማዛ አፍዓል ማ ከልጅ ጋር ምን እንደማደርግ አላቅም። ነ የልጅን ጉዳይ እንዴት እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። ለቀድ ሕተርቱ ፊ አምሪ የእሱ ጉዳይ በጣም አስጨንቆኛል፣ ግራ ገብቶኛል አለኝ ይላሉ። ከዚያ በኋላ ጸሐፊ ምን ይላሉ? فقلت له ماذا تقصد؟ من مالته ነው ምን ለማለት ፈልገ ነው አልገባኝም። هل تشكو من انحراف ابنك بصورة من الصور؟ يعني ልጅህ ትክክለኛ የሆነ መንገድ ላይ እየተጓዘ አይደለም? የሆነ ከዲን ያፈነገጠበት ነገር አለ?
هل لا يصلي؟ صلاة أيسدن لجه؟ هل لا يذاكر جيدا؟ تمرتون ويمدينه مليون كيلان؟ للا كارميك تمرت مليون كيلان؟ ميسر توتن تمرت بأقباب وآياتنا؟ بأقباب وآيانكم؟ هل يحق والدي؟ لا ولا جوتشو أسجكارينو ولا جوتشو لا يبقون ميول سوال لهم؟ هل لا يغض بصرة؟ عينو تنزك إما يارك؟ عين بيو تنزم بلو يمين ملكة عين بيو نسيتو تنزم يمين ملكة عين السونو؟ أين المشكلة بالضبط؟ يعني شكروا بتكل يتقانع له أثر الدين من دنو يرجه شكر بيجي على الكوتيلة. فاجأني وهو يقول كذا بوالا أبات عندي ثلاث قرمين يلالو صافيونا جميلوت. على العكس من ذلك تماما يا دكتور، دكتور راغبوي لجي أعونا أنت كتكسكاتوني قولوك واتكالي بتك أراني وقتا جاني يلالو. أنا أشكو أنا يسموه ثم أقربه من دنو أن ابني شديد الالتزام بتعاليم الدين لجي بس لما استمروش لي بس أم تبك يوننا متشددنا نقولوش نهلو أمي أكرنا كل صغيرة وكبيرة يبحث أهي حلال أم حرام إيان راندو أن تبعت النقر ينقر حلالنا ويس حرامنا إيالي تيكال يصلي كل الصلوات تقريبا في المسجد والمسجد كل صلاة بجمعة مسجد نميسده طوال وقته يقرأ في كتب كبيرة كل نمجزيون ترلك متعفوشين بوان بونهم يسالفو ومراجع ضخمة تلالك يونو ريفرانسوشين سيقلابتنو وميولو طوال النهار يتكلم عن فلسطين والعراق كانون ملو سيناقر ميلو سل فلسطين سل عراق سل شيشان أتك علي ألم لا يسلالو مسلم يونو عقروش لا يدرس سلالو وقفلنا بدلو أمي ناقر وكانون ملو سل النذي يورنو ميولو ونصحته أن يقلع عن هذه الأمور لجين بتريقا قامي هي النقر اندي توما كركت ويعيش حياة الشباب والتاتوش من نورة عينة هيوت اندي نور ما كركت لجين فلا مانع أن تصلي وتصوم لجي هوي مسجد النامس وما شكري اللوم لكن أريدك أن تلعب وتلهو مثل بقية شباب الجيل نقرقن اندليلو تشو أنتن مساي تولدوش دليلوشو أنتن أكويوش عندك تجاوز عندك تقلد نوم مفلقو عند الناس وما يجاوز أقلب بهلوار له اللي نقردن من الملاش عيسة تنجم السو كله يانا نقر نوم يادركو قدم كلايث نقر نوم نقر انصحني يا دكتور دكتور وي مكرين ماذا أفعل معه كل جيغا من لا درك عندي تدركي لجي كذي كم يادركو نقر لاسقو ماهو بلو ممكن يتأيق أجوال مالتنا كذا دكتور راغب من الهلو أخذت نفسا عميقا يعني تلك هنا تنفاش ثبا للركونينا كذا ولا تنفاش أجوان قلتوا بهلا ورجموا قالوا بهلا مالتنا وقلت له بعد لحظات من التفكير توصلت النشكات سوكوني بهلا عندي هالكتر نصيحتي إليك قدام فلقوا مكرين كونا يعني مكر لأنت من دنو أن تجلس إلى ابنك لجه قاتت أنته وتتعلم منه كالجه من مار ما يلب بيه مكر كوتي لأنه فكم من الآباء يحتاجون إلى توجيه مكرين ميصر لك شو بزوبات وتشالو وكم من الأبناء حوت عقولهم الشابة حكمة ما استطاع آباؤهم أن يحصلوها على مدار الأهواء أباتو تشاكو إرمي لكاكوين فيوتاكوين بمرو يالتسطو تنعينت حكمة يتسطو سبب يتسطو بزوء التاسو تشالو فلذي كالجه من مارنا يالبها أنت مالكو تلالو ازداد انفعال صاحبي ولم يفهم ما أقول له ولا جي سميت عبنته ونديته جمر أقرش فتنا وقال يا دكتور دكتور هوي ابني هذا ما زال شابا لجيكو قناة وطاتنا وعمره 20 سنة فقط قناة هايامتو كونو يا هايامتو وطاتنا فلذي انديتنا ما يجعوته انديتنا ما يقلده
እንዴት ወጣቶች የማይሰሩትን ነገር አይሰራም? ለምንድን ነው ሁሌ ወደ መስጊድ ብቻ ሁሌ መጽሐፍ ማንበብ ብቻ ሁሌ ስለ ሙስሊም ሀገሮች መጨነቅ ብቻ? ለምንድን ነው? ገና እኮ 20 አመት ነው፣ ገና ልጅ ነው። በዚህ ልጅ ወሱም ከሱም ይጠበቀው መጨፈር መዝለል ነው የሚል ነው ማለት ነው ያባቱ ሐሳቤ። ከዚያ በኋላ ዶክተር ምን ይላሉ? ወተረክቱሁ ወገረክቱ في افكاري እሱን እንደዛው ትቼው እኔ በሐሳብ ባህር ውስጥ ሰመጥኩኝ። ترى ماذا تعني كلمه الشباب في الاسلام እስልምና ወጣት የምትለው ቃል ትርጉሟ ምንድነው? ምን ማለት ነው ወጣት ማለት? ماذا يرى الشباب የወጣቱ ሚና ምንድነው? وماذا ينتظر من جيل الشباب كذي ከወጣቱ ትውልድ ምንድነው የሚጠበቀው? وإلى أين يثير شباب الأمة اليوم ዛሬ የኡማ ወጣት የሙስሊሙ ኡማ ወጣት ወዴት እየተጓዘ ነው? وغير ذلك من الأفكار والأسئلة ይህንና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ። ከዚያ በኋላ فكان ذلك الكتاب ይህ አሁን እናንተ ላቀርብላችሁ ነው የተዘጋጀሁት ዶክተሩ የጻፉት መጽሐፍ እነዚህን ጥያቄዎች ራሴን ከጠየቅኩኝ በኋላ የመጣ ነው ይላሉ። ጥያቄዎቹ ምንድናቸው? ወጣት ማለት በእስልምና ምን ማለት ነው? የወጣቱ ተልእኮ ምንድነው? በእስልምና ሚናው ምንድነው? ወጣቱ ከወጣቱ ትውልድ እስላም ምን ይጠብቃል? በአሁኑ ጊዜ ሙስሊሙ ወጣት ወዴት እያመራ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ወደፊት ኢንሻአላህ መጻፉ የሚመለስልን ይሆናል። ኢንሻአላህ እንግዲህ ለዛሬ በዚሁ እናበቃና ወደፊት ደግሞ የተጠቀሱት ነገሮች ሼሁ እንዴት አድርገው እንደሚያብራሩ እኛም ራሳችንን እዛው ውስጥ አስገብተን ሙቃረና ያደረግን የምናይ ይሆናል። وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهيل بن عمر كبالبيتو غار غزو جمرة دنگت بغزواتشو لاي شفتو چاگنواتشو يازو تنگنزب سنگاتشو نمچمر هلوم توسدا شفتو چم كزرفو تسنگ سبسب بلو يمگو جمر የሽፍቶች አለቃ ግን አብሮ አይመገብ ነበር። ይሄንን ያስተዋለው ሶሃይል ለምንድነው አንተ ሲማትመገበው ሲል ጠየቀው። የሽፍቶች አለቃም ጾመኛ ነኝ ሲል መለሰ። ሶሃይልም በድንጋጤ እየሰረክ ትጾማለህ እንዴ ሲል ጠየቀው። የሽፍቶች አለቃም አንድ ቀን ገባበት ዘንድ ተስፋለኝና በኔና በአላህ መካከል አንዲት በር ትቻለህ አለው። ከአመትና ከሁለት አመት በኋላ ሶሃይል ሐጅ ወቅት ላይ ይህንን ሰው ከአባን ተጠግቶ ዱዓ ያደረገ አገኘው። ያአላህ ባሪያና ዛይድ ሆኖም አገኘው። እሱም አወቀው እንዲህም አለው፣ አየህ በሱና በአላህ መካከለ አንድ በር የተወ አንድ ቀን ይገባበታል። እህቶቼ ወንድሞቼ አደራ በእኛና በአላህ መካከለ ያለን ሁሉን በር እንዳንዘጋ። የትኛውንም ወንጀል ብንዳፈር እንኳ በእኛና በአላህ መካከል አገናኝ የሆነችን የመልካም ሥራ በር መክፈት አለብን። ያች አንድ በር ስምንቱንም የጀነት በር ለማስከፈት ሰበብ ትሆናለችና አላህ ወይ የእዝነት በርህን ክፈትልን። አሚን።